بعض المتابعين سألوني بيقولوا لي ايه ترشحي لنا كتب ايه يعني نقراها وتكون فادتك جدا وحاسه انها مفيده جدا جدا لينا. هرشح لكم 3 كتب. اول حاجه كتاب العادات الذريه لجيمس كلير. الكتاب ده جميل جدا جدا وهيساعدكم في حاجات كتير في حياتكم، وان انتم تكتسبوا عادات جديده في حياتكم وتغيروا مسار حياتكم. لو في حاجات مثلا مش قادرين تغيروها او تبداوا فيها هيساعدكم في حاجات كتير جدا جدا في نواحي حياتكم. تاني حاجه كتاب السر لرواندا بايرن، وهي بتتكلم عن فكره حسن الظن بربنا، واننا يعني بتتكلم عن ناحيه قانون الجذب. طبعا فكره قانون الجذب ناس كتير اتكلمت فيه يعني حصل كده يعني بعض الاختلافات في الراي عنه، بس انا بشوف دايما ان انا بشوف يعني من وجهه نظري انا ان قانون الجذب انا بشوفه في ديننا احنا نوع من انواع حسن الظن بربنا. فدايما هي بتتكلم في الكتاب عن إيجابية، وإننا إزاي نفكر إيجابية، وإن الإيجابية ديت وعن أفكارنا، يعني بتتكلم كمان عن الأفكار وإن إحنا إزاي نتحكم في أفكارنا، وإن أفكارنا دي ممكن جدا جدا ليها دور كبير جدا في حياتنا. حقيقي كتاب جميل جدا وهيفيدكم، وأنا نفسي قريته وعجبني أوي أوي. في كمان كتاب الخالدون لديل كارنيجي، الكتاب ده برضو جميل جدا وبيتكلم فيه عن السير لبعض العظماء والمشاهير، يعني كنوع من انواع ان هو يعني عشان الفايده طبعا عشان خاطر بيعرف الناس النظام بتاعهم كانوا ماشيين ازاي وحياتهم وبعض الحاجات اللي كانوا بيعملوها في حياتهم وايه هو سر نجاحهم اللي وصلهم لفكره النجاح. بس دول من اهم، طبعا في كتب تانية كتير قوي، بس يعني انا شايفه ان دول من اكتر الكتب المفيده جدا. وباذن الله الفتره اللي جايه برضو هرشح لكم بعض كتابات، وباذن الله هعمل برضو الفتره اللي جايه بعض ملخصات لكتب اللي حاسه ان انا فعلا فادتني وحاسه انها يعني ممكن جدا تفيدكم. واتمنى يا رب اكون بقدر افيدكم. نورتوني جدا وبحبكم جدا.